السلام عليكم شباب، رجعنا لكم فيديو جديد. وهالمرة عندنا هاي اللابتوب الاسوس، مثل ما شفتوا حالتها. هاي اللابتوب موديلها، خلينا نشوفكم اياه. موديلها K53S، مشكلة بكارت الشاشة، راح نقوم بالغائها. طبعا اتصلت بالزبون واتفقت وياه على الغاء معالج الرسومات الخارجي، ووافق بهذا الشيء لانه راح يستخدمها لغرض الامور المكتبيه والدراسه، فما راح يعيق استخدامها بدون كارت شاشه. فخلينا نسويها سوا، خليكم ويانا. طبعا حالة نظام التبريد تشرح لكم سبب تلف معالج الرسومات، مثل ما تشوفون القذارة اللي طلعت من مجموع التبريد. فبسبب الحرارة طبعا وبسبب إهمال المستخدم يتعرض الجي بي يو للتلف. تزعم المذر بورد، وهذا موديل البورد مثل ما تشوفون امامكم، موديل البورد الكامل. طبعا راح نلقى السوليوشن مع هذا البورد ونقوم بعملية الغاء كارت الشاشة سوا، فخليكم متابعين للنهاية. يا شباب جينا على الميزة الثاني، خلينا نروح مباشرة الى وضع الهاند ونشوفكم المذر بورد. هذا المذر بورد امامكم مثل ما تشوفون، الموديل مالته شوفتكم اياه قبل شوية، خلينا نشوفه لكم مرة اخرى. الموديل مثل ما تشوفون K53SD مين بورد ريف 5.1 مثل ما تشوفون. هذا موديل البورد، السوليوشن مالته يقول انه ترفع الكويل المغذي للفي جي اي. وشفت اكثر من سوليوشن، بعض السوليوشن اللي لقيته يقول انه لازم ترفع الشيب والميموريات الخاصه بكارت الشاشه او الفي رامز. اشوف انه بمجرد قطع الفولت ماكو داعي نرفع هاي المكونات، لانه ما اعتقد بيها شورت. في حال اذا كان بيها شورت او بسبب مشاكل اخرى يفضل انه ترفعها بعد ما ترفع الكويل. اذا رفعنا الكويل وشفنا انه المشكله ما انحلت بشكل جذري، مضطرين نرفع الجي بي يو والفي رامز الخاصه به. فخلينا نبلش على بركه الله، خلينا نروح تحت الميكروسكوب ونجي نشوفكم الكويل الخاص بالفي جي اي اللي هو هذا. هذا الكويل راح نقوم برفعه من البورد بشكل كامل، فخلي نخلي فلاكس، نرفع الكاميرا شوية. بسم الله. طبعا بالسولدر او التصدير راح نجي، وهذا الطرف الاخر ايضا نخلي له التصدير، ونجيب ملقط بهذا الشكل. رفعنا الكويل شباب، خلينا نجمل مكانه بهذا الشكل. خلينا ننظف مكانه. طبعا نعزل الأقطاب مال الكويل او الاطراف مال الكويل باي قطعة لاصق، ولتكن لاصق شفاف بهذا الشكل. خلينا نروح نجرب النتيجة شباب ونشوف نتيجة عملنا سوا، خليكم ويانا. شباب بس انتبهت على الكاميرا انه ما كانت تصور. قمت بتنظيف مجموعة التبريد واستبدلت معجون المعالج وبديت بتجميع الجهاز، وصلت هنا. فخلينا نكمل تجميع الجهاز حتى نفحص الجهاز سويا.
نشوفكم النتيجة النهائية يا شباب. بعد إلغاء كارت الشاشة الخاص بهذا الجهاز، حاليا جهاز شغال من الانتل لاج جرافيكس، مثل ما تشوفون كان يصير بيه عملية انطفاء مع كل محاولة تشغيل، وحاليا الجهاز شغال بشكل طبيعي بدون اي مشاكل. هذا كل شيء اللي عندي بفيديو اليوم، اتمنى يكون الفيديو عجبكم اخوان. اذا عجبكم الفيديو لا تنسون من الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس حتى يوصلكم كل جديد. كان معكم سيف قدامي من قناة قدامي تك. في امان الله اخوان، مع السلامة.